السلام عليكم، صافا كلشي بخير؟ نتمنى تكون كاملين في افضل حال. كما كتشوفوا معنا هنا عندنا اونو الكارتا اونو. كاين اغلب فينا ما كيعرفش كيفاش البلان ديالها، كيشوف شكل جديد فهمتيني، انواع جداد لعيبات كتجي في شكل كتعبر شي لعيبه خارقه ولا شي تبعي. هذه سهله مهله، بحالها بحال كارطة البلدية ديالنا، بحالك تلعب بحالها بحال هادي. القانون ديالها بحالها بحال جبن زروط، اللي كيعرف جبن زروط وبيع جبن كفا بحالها بحالها. كتكون كتفرق خمسة لواحد على حساب نتوما شحال، وكتكون وحدة في القاعة ياك بحالها بحال جبن زروط. كتلعب على حساب اللون، بحال دابا هادي الكارطة ديالك كتشوف شنو كاين هنا. الا كان نفس اللون كتلعبو ياك، الا كان ما عندكش نفس اللون وعندك نفس الرقم بحال هكا هنا ما عندكش صفر وعندك ثلاثة خضر ولا ثلاثة زرق كتلعبها هي. اوكي، الفرق بينها بون كاين بعض الاشكال اللي زايدين. بون هادي كتعني كتبدل اللون بحال هكا دابا ثلاثة، بغيتي تبدل اللون كترجعو على حساب شنو كاين في يدك، واش زرق ولا حمار ولا على حساب نتا. هادي كتعني هي هادي بحال قلتي كتحكم، هادي كتحكم في جب زروط، هادي كتبدل اللون. اوكي، كاين هذا روبو، هذا كيوقف يعني اللي وراك ما يلعبش الطاح اللي وراك، يعني هذا يعني هذا لاص بحال لاص كيوقف. كاينه هادي اللي وراك كيهز جوج يعني بحال بحال هادي، ولكن هادي بالزايده. كاينه هادي اللي وراك كيهز أربعة، اللي ما كايناش في الكارطه العاديه كاينه هنا. ملي كتقول لي هز أربعة انت كت كت بحال قلتي كتحكم باللون اللي يبقى. مثلا قلت لي راه يهز أربعة وبغيت وانا عندي كارطه ديالي فيها الخضر نقول لي غيبقى الخضر، يعني الدور غدور على الخضر. اوكي، وكاين هذا اوسي زيد، هذه كتعني مثلا الدور دايره في حماكة انت كتقلب الدور كيولي اللي يلعب قبل منك ولا يعاود يلعب. اوكي، الا كنتي لاعب غير انت وشي واحد فراس كتعاود تلعب انت. اوكي، هذا والله يعني كما قلنا الدراري كتفرق الاول خمسة خمسة لواحد. انا نعطيكم اكزامبل بحال انا نعطيكم اكزامبل بحال جوج غيلعبوا مع بعضياتهم. اوكي، جوج هاد اللعيبات. اوكي، نعطيو هذا خمسة و واحد جوج ثلاثة هذا خمسة، ومثلا هذا الزرق نسميو هذا السيمو، وهذا نسميو عثمان. اوكي، ها دابا عندنا الحمار والزرق، نحطو وحدة في القاعة. ها هو عثمان هو الحمار، هادي هي الكارطة ديالو، هادي ها السبعة، ثلاث، هادا السيمو، ها هي الكارطة ديالو. واش كيبان ليكم مزيان ولا لا؟ حطو هادي هنايا بعيد شوية. ديما اللي كيفرق الآخر اللي كيلعبو اللول، مثلا دابا فرق عثمان دونك السيمو لا يلعب اللول. السيمو عندو كاين في القاعة الصفر، سيمو عندو صفر، غير لوحد يصفر ياك، تما تا هو غير لوحد صفر. سيمو هادي كتهز جوج، يقول عثمان كان يقول عثمان هزلك جوج، ولكن مخصوش يريسكي حيتاش يقدر يكون عندو تا هو جوج ويستقى عطيه جوج، خاولا تكون عندو ربعة ويستقى عطيه جوج ربعة، دونك يقدر يبدل يقول
يقول لي غيعاود يلعب هو ويس وهي كتشوف هذا اللي ما عندوش كيهز جا ورق كيناس دونك هز هذا هز هز حقا نسيت واحد الحاجة ملي كتهز كتشوف الا كانت عندك كتلوح ماشي بحال جبل زاروت ماشي بحال جبل زاروت جبل زاروت كتهز صافي كتبقى عندك هادي الا هزيتي كتلوح الا عندك كتلوح اوكي دابا عاوتاني لا هو نهز القوانين الزون بون هذا حق الامكان يعطيه ها هو يقول لي هز كذا دونك هنا هذا هز هذا هنا ملي كي كيقول لي هز هذا كيعزل اللون اللي بغا دونك هنا كاين عنده الحمار بزاف يعزل الحمار يلعب حمار يلعب حمار 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 انا قال لي وقف ملي كيقول لك وقف صافي كتوقف ماشي كتقطع روبو ماشي بحال جيب بنزاروت في كارط البلدية كتعاود تقطع هذا ما كيقطعش قال لي وقف و قال لي هز سبعة دونك غادي يهز سبعة كان يهز سبعة وبدا بيان كان يقول لي زيدك ستة ربعة زائد جوج هي ستة دونك الحبس طاير على عثمان عثمان غادي يهز ستة تحية لعثمان اللي فهم هاد المنبر عثمان انا مبغيتش نقول سميتك الخرا ايوا وداي واش فهمتوني ولا زدت وقيلا زدت خواصة يعني كتفهموني داي المهم تكون فاهمين نتوما الكونسيبت صراحة حتى شي جبن زربط راه كلشي كيلعب ايوا دونك هو ميعطاه عطاه يسا لعب هو على خو لعب هذا عاود لعب عليه دونك عاود لعب عليه ما عندوش غياز حتى كنبان بحال شي مسطي كنلعب بوحدي ياك فهمتو صافي ملي فهمتو نجمع هادشي زوج ما يتقاداوش زوج جس سبحان اوكي دابا كان الدراري هادي اللعبه ديال اونو اللي شفتو بنادم شي لعبه في قهوه ولا شي لعبه راه ماشي يلعب شي حاجه خارقه راه كيلعب شي حاجه عاديه على بحال على بحال هادي بحال بحال رامي بحال بحال ان شاء الله ما جاي نعلمكم شي اوريكم شي لعبه اخرى من غير هادي شفت فيها بزاف ديال الالعاب دابا هذا مكان هذا هو الفيديو ديال اليوم تلاقي في راسكم باي باي.